caballo con arcos. Con 6.200, ¿eh? Claro. 6.200. Y ha tenido más de un punto de diferencia. Bueno, aquí tenemos en acción ya a Xiao Ruoten. Tiene la segunda mejor nota, 14.633. La verdad es que sí, ¿eh? Les han puesto las cosas bastante relativamente cómodas al resto de los participantes. Sí. Quédate con qué soltura, con qué seguridad sube a la vertical. Otra vez. Vuelve otra vez a reanudar el ejercicio. Venga, que ya terminas. Este sí. Y ahora que... Rotnik, Xiao, Rotnik, بدأ طبعا أداء رائع. أمس حقق 15133. صعوبات عالية، في أخطاء بسيطة ممكن تكون في الأداء لا تذكر، بس كأبطال عالميين الذهاب العشر الثاني من الحسومات هاي بتأثر عليهم. جملته رائعة جدا، تحكم في الجسم، بقدم متطلبات بشكل ممتاز ومميز. رائع اللاعب. تحكم تام. أخطاء بسيطة جدا جدا. نهاية أروع. جملة مضيفة. اللاعب الصيني في مرحلة التصفيات كان حائز على المركز الأول. شوف إذا يظل يحتفظ بالمركز. تدي اللاعب أداء جملته الحركية كتشف توست مستقيمة من الصعوبة اف كتشف ستريت من الصعوبة دي أيضا كتشف مع هاف توست من الصعوبة اي يوجد بعض الأخطاء هذا كتشف من فرجة الرجلين يا مواكب من الصعوبة دي وقبض إلى القبضة المعكوسة كلموت أقدر مع هاف توست ريبال استعدادا لوضع الهبوط مستقيمتين مع ثلاث الأولويات